نركب في الكيران طلعوك يدوش نفو عليك الديق ما عندناش بلاصة ولا نحب نتنقل. كاين الناس يقول لك رم يستهزئوا بك وكاين الناس يقولوا لي بارك الله فيك. حلمت باش تكون عندي موطو. سعادة الناس تعنيني بزاف، الحاجة اللي نقدر عليها نساعدهم. الموطو هذا والكرسي هذايا هما السبب اللي خلوني نعاون الناس. كنت صغير عشت مع فاميلتي مع صحابي بدون اي عقدة، كنت عايش معي حياة عادية نورمال. ما كنت مدير في راسي بلي انا مذوي احتياجات خاصة، كانوا هما يطبعوني هما يرفدوني هما يدوني. الصعوبات اللي كانوا عندي العظم تاعي فراجيل تمتم تكسر. يما هي اللي كانت واقفة معايا، كانت تديني صباح تجيبني العشية. خرجت من القراية الفارغ كاين واحد العام وانا برا، ما كاش حاجة ما درتهاش باش غير نعاون روحي وما نقول شي ما عطيني ولا نقول بابا عطيني. حال الوضع تاعي في الدار ما عندناش وسيلة نقل في وقتنا هذايا، صعيبة بزاف باش تجيب موطو. رحت للجمعيات، رحت للمنظمات، ما قدرتش قريب فقدت الامل. جات واحد الجمعيه قال لك انا هنا نعاونوك نوقفوا معاك للكامل، ما رقدش ثاني نجيب الموطو. ثم شغل حاجه كبيره عظيمه هي جايتني، هاد الموطو تعني لي رجلي. انا كريت جمعيه خيريه وحبيت نرد الخير اللي داروه للناس، حبيت نردو للناس واحد اخرين. بالموطو هادي نقدر ندي بلاصي نروح نجيب امور تاع الخير من عند الناس نوزعهم للناس. نشطت الجمعيه هدف تاعها الاساسي اللي هو الاحتياجات الخاصه، مساعده الاطفال من تاع الامراض السرطانيه، نعاونوا المحتاجين. الاس دي اف ام ديالي هي طيب الماكله وحنا نوزعوها في الليل. انا ندير مسرح، دخلت للتهريج يعني مهرج، نروحوا سبيطارات نديروا مسرحيات نضحكوا الاطفال. سعادة الاطفال هي كلش. يعيطوا لي جمعيه خيريه والله نخدم لهم من قلبي ومن عندي، انا يقولوا لي خلصوك من عندي محبه خاطر في سبيل الله. لقيت الخير في الناس وهذا الخير لازم عليا نرجع. الحمد لله عاد المحبوب في الحي تاعي في صحابي بين حبابي. سعادة الناس تحسسني بأني ليس مختلف عليهم.